النوع الأخطر هذا هو اللي يقتل جميع أنواع العقارب وأنواع السموم كل يقتلها. هذاك النوع ينحو منه المصل، ينجكتوه في العود وينحو الأجسام المضادة، وهذيك اللي يمدوها للمريض. اليوم رانا في يوم تحسيسي حول التسمم العقربي، تنظم في ولاية ورقلة اللي تعد ولاية حمراء، هي كالواد كيبيس كلام من أخطر الولايات في الوفيات وفي اللسعات وفي أنواع العقارب. نعطوا المعلومات للمواطن باش تولي عنده ثقافة العقرب، خاصة الأطفال. 67% اللي راهم يموتوا هما أطفال. كي نعلموا الطفل الصغير ما نقولوش ما يعرفش، نقولوا يعرف، نعلموا ثقافة العقرب باش هو يعلم يماه ويعلم جداته وينشأ بها، يولي يعرف واش معناتها هذا العقرب. اليوم جينا الحملة التحسيسية ضد العقارب، وراونا اليوم أنواع العقارب وأخطار السموم، واستفدنا كيفاش نتجنبوا الأخطار تاعها.